إن ألك الله يا وسخ يا كافر يا مرتد يا مرتدون. ده اللي عاملين فيها الآن كأنهم الحكومة وقاعدين هم هناك يشربوا في البنجو موجود صور والشاي ويغنوا كل يوم يجون سافل عيونك بشرك مرتد عثام فنانين شيوعية وفنانات شيوعيات وسفلة من البشر كل أنواع الفساد. ده تفتكر يطلعوا يسلمون البلد يسلموا البلد لشفاتة زي ده؟ دارين يبقى البلد دي كلها تحصل فيها فتن ودماء ودارين الشفاتة دي للبلد كلها تبقى فساد وزنا واوا وما بتقدر يا وسخ. البلد دي بتاعت مسلمين مش لو دي بلد مسلمين يا شيوعي يا وسخ دي بلد بتاعت مسلمين. معلش قد يختلفوا مع بعضهم كمسلمين لكن الاصل هو الاسلام يا شيوعي يا وسخ يا مرتد يا كافر.